هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به. الصمد الغني عن عباده المفتقر كل شيء إليه. الصمد الذي لا يشبه أحدا من خلقه، فهو ليس يأكل ولا يشرب وليس له جوف وليس يشاكله أحد. الصمد الذي له العز والسؤدد والمجد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه إله، ولم يولد لأنه أول، لأنه خالق. الخالق لا يولد، الخالق لا يخلق، وهو خالق. لم يلد، هو لا يولد ماشي، انما ايه المشكلة انه لم يلد؟ لان الولدية نقص. هو لم يلد ولم يولد. اذا كان مولودا فهذا احتياج، واذا ولد فهذا نقص. ده في بعض الاديان الناس الكبار ما يتجوزوش. ليه؟ كمال قداسة، كمال قداسة. عشان يبقى قداسته يبقى ما يتجوزش. ولذلك كان شيخ من المشايخ راح لواحد من القدسات قال له ازيك وازاي عيالك وزي مراتك. الشيخ اللي جاي من عند المسلمين اهبل جاهل معلمهوش البروتوكول. بقول له في ايه؟ انت مش عارف ان القداسة ما بيتجوزش ولا بيخلفش؟ معقول؟ ليه؟ عشان قداسة. امال ربنا خلف عندكم ليه؟ لم يلد ولم يولد.